بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. بارئ الخلائق أجمعين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالم. السلام على من غسله دمه وثيبه قصنه ونسج الريح أكفانه والقنا الخطي نعشه وفي قلب من والاه قبره. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ليتهم بعدما الوغى أكلتهم أرسلوا نظرة وقاموا ليروا بعدهم حرائر عز زلزل الدهر عزها زلزالا. أصبحت والعدو أصبح يدعو. زينب وأخواته زينب. أصبحت والعدو أصبح يدعو اسحب اليوم للسبا أبياله. ذهب المانعون عنك فقومي يا زينب واسحبي والبسي بعد عزك إذلالا. كم تردين وثبة من رجال التي كانوا لا يرهبون الرجال. أنت مهتوكة على كل حال أنت مهتوكة على كل حال. فاخلع العز والبس الأغلال. لك بيت عالي البناء هدمنا واستبحنا خفافا والثقالا. أين من أنزلوا كباحة عز لا تراك العيون إلا خيالا. صوتي باسم من أردت فإن قد أبدناهم جميعا قتالا.
سوناهم الصعيد ثيابا وسقيناهم الحمام سجالا. قوم يا زينب لليسر شد العصاية وتولى من القطع الفيافع على الرشايب. راح اللي بدونك يسلون المواضي وغابت بدور كان بيها الخدر. يا ضيف والله الذي بتضيم وامري عليك ماضي لازم اعذب حالك بقطع السباس. ناموا الذي يحمون عنك فوق لوهات نرحل اليوم مباشر نواجه ابن زياد. لا تحسبي عود الدهر شفت الدهر عاد أخطى سهمكم والسهم بحسين صاي. بالعجل وادعيهم قوم الركب شايل بالعجل وادعيهم قوم الضعن شايل وخلي عزيزك بالثرى وركب العوايل ويات روس اخوتك بطراف العواسيل وجدامك شوفة وبشر بالمصاي. صاحت يا حادي الضعن ريض بالضعن ساعة والله على ركوب الهزل مالي استطاعة وهالراس هاللي على الرمح يزهر شعاعة. ويا الجسد ردون واريه التراي تمهل يا حاد دهشة النسوان كله وهذه تدور سترها وهذه طفلها وهذه تجر ون على شايل حملها وهذه تقول نشيل والعباس غا. ولكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما أي منقلب ينقلبون ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. لتعجيل فرج صاحب العصر والزمان أطر المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد. نحاول في هذه الليلة إن شاء الله أن نتحدث عن المرأة في ضمن محاور ثلاثة. المحور الأول حول نظرة الإسلام للمرأة أساساً، كيف ينظر الإسلام للمرأة في مقابل النظرات الأخرى. والأمر الثاني في
الوقوف مع بعض الإثارات التي تثار ضد الإسلام وضد بعض كلمات أهل البيت سلام الله عليهم في تقييمها للمرأة. والمحور الثالث نقف فيه مع بعض النماذج الكربلائية التي جسدت أرقى صور سلوك المرأة وأرقى جهادها وجهدها وعملها. وقبل ما أدخل في المحور الأول أحب أثير مقدمة، وهي أنه إحنا عادة نبحث عن المرأة، يعني أكو بحوث خاصة تتعلق بالمرأة، يعني ما عندنا بحث حول الرجل مثلا أو إشكاليات التي توجه إلى الرجل، ما عندنا بحث خاص حول الرجل، مع أنهم كل منهما مخلوق وإنسان، إلا أنه عادة البحوث تفرز حول المرأة فقط. فشنو الداعي لهذا؟ يعني ما السبب؟ ودعا غيرنا أيضا أنه يفرد بحوثا حول المرأة. السبب الأساسي في الحقيقة هو مجموعة ردود أفعال، يعني باعتبار أن المرأة وفق الحضارات المختلفة كانت تعيش نوع من المهانة ونوع من الظلم ونوع من الاستصغار. يعني يكفيك أنه بعض المتقدمين مثلا يدفن المرأة مع زوجها إذا مات، وذلك لأنهم مثلا يؤمنون بالحياة الأخرى فيحتاج إلى زوجة فيدفنونها حية. العرب مثلا كانوا يئدون البنات، وكانت المرأة يعني الطابع الغالب. صحيح أكو بعض الحضارات ربما كانت تقدم المرأة على الرجل، لكن نادرة هذه الحالة. الغالبة في تعامل الحضارات المختلفة مع المرأة والفلسفات المختلفة أنها كائن حقير. يعني أحد الفلاسفة يقول بأن المرأة أصلا حيوان، مو إنسان، المرأة حيوان أليف، الله سبحانه وتعالى خلقه هكذا حتى يستأنس الرجل به. هل مستوى هذا يعني؟ إضافة إلى يعني بعض النظرات الفلسفية اللي هي أشنع، أنه المرأة أصلا كائن شرير وكائن شيطاني، على أساس أنه هي التي أخرجت آدم من الجنة، وهالحكي هذا الذي تصوره بعض العهود القديمة المحرفة أو العهود الحديثة أيضا عن التوراة والإنجيل. فإذا يعني الذي جعل الباحثين والدارسين يفردون أبحاثا حول المرأة هو هذه في الحقيقة المسائل. ولذلك احنا لما نريد نتحدث، يعني لما اريد ادخل في المحور الاول وهو نظرة الاسلام الى المرأة، الاسلام ما عنده نظرة خاصة الى المرأة، الاسلام عنده نظرة تشريفية للانسان، ما عنده مرأة ورجل. الاسلام عنده انسان، يعني الاسلام يصبو الى مجتمع انساني. غاية الأمر إحنا ينبغي نلتفت إلى أمرين، الأمرين اللذين تحدثت عنهما في ليلة الثامن، وهما الهدف الذي من أجله خلق الكون وخلق الإنسان، وهو هدف تكريم الإنسان وهدف وصوله إلى الله تبارك وتعالى، هدف الكمال. هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية أن الكمال لا يتحقق إلا وفق أدوار. هذين الأمرين كلاهما أشرت إليهما في ذلك. الآن أضيف إليهما شيئا آخر، وهو أمر الأمر الذي يرتبط بالتشريع، أنه التشريع يراد منه تحقيق الهدف، فربما أحيانا ما ينسجم ويا مصلحة خاصة لشخص من الأشخاص. يعني خلنا أضرب مثال الآن، هاي الترافيك لايت إشارات الضوئية هم مسوية للمصلحة العامة، بس بعض الأوقات يتأخر الناس، يتأخر واحد أو اثنين أو عشرة أو 100 أو 200 يتأخر يضيع وقته، لكن خب ضياع الوقت هذا لأجل مصلحة أشمل ولأجل غرض أسمى. ولذلك الإنسان ينبغي أن يلتزم بها في كل وقت. يعني لو جاء واحد نص الليل مثلا وإشارة حمراء لازم يوقف. خب هو يقول أنا الآن قد أطلع وما أأثر على أحد، بس القانون شامل عام بالليل وبالنهار، لاحظ كيف؟ فلذلك الإسلام لما يجعل التشريعات يجعل التشريعات بما لها من مصلحة أهم. قد تكون هناك
مصالح تفوت عند البعض، لكن لأنه هناك مصلحة أعظم وأكبر فلذلك يشرع وفق القاعدة. لاحظ. فإذا لاحظنا هالأمور الثلاثة، يعني أن الإسلام جاء لأجل تكريم الإنسان ولأجل تكميله، وأنه لا يتحقق الكمال إلا بأن يقوم كل إنسان بدوره على أحسن وجه، والأمر الثالث أن التشريع يراد منه المصلحة الأهم حتى لو تأثرت مصالح البعض، فأصلا ما عندنا مشكلة ويا كل التشريعات المختلفة التي تشرع للمرأة أو لغيرها. ملاحظ. ومن هنا إحنا لما نجي إلى الإسلام، الإسلام ينظر إلى المرأة على أساس أنها إنسان، أبدا ما ينظر إليها على أساس أنها كائن خاص يختلف عن الرجل. ولذلك الآية تقول: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. لا يوجد فرق. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم. ولذلك لما تختلف الفلسفة، يعني هذه فلسفة الإسلام وخلفية التأسيسية للمرأة أنها إنسان، زين، وإذا كانت إنسان لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، زين، هذا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. بل أصلا يعني كل فلاسفتنا المسلمين يعتقدون أن المرأة أسرع في الوصول إلى الله تبارك وتعالى من الرجل. ليش؟ لأنها تمتاز بجانب شفافي، بجانب عاطفي. وبلا شك الإنسان الذي يريد أن يرقى إلى الله يحتاج إلى حب، يحتاج إلى نوع من العاطفة. ولذلك قلنا الحسين سلام الله عليه حكم الحب: فلو قطعتني في الحب إربا. إبراهيم سلام الله عليه يقول: لا أحب الآفلين. إذن أنا دليلي دليل الحب، أحب ما لا يأفل. فيقولون فلاسفتنا الإسلاميين أنه المرأة عندها قابلية للوصول إلى الله تبارك وتعالى بنحو أسرع وأقصر من الرجل، لأنها تعيش هالشفافية، قابلة لأن تبكي بسرعة عندما تسمع الدعاء وعندما تقرأ القرآن. نعم. إضافة إلى أنه الله سبحانه وتعالى قاعد يقول بأنه ماكو فرق: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم. ماكو فرق أصلا، لا على مستوى العلاقة بالله تبارك وتعالى ولا على مستوى الأجر يوم الآخر. والأعظم من هذا، القرآن أصلا جعل بعض النساء قدوات للعالم بأسره، مو جعلها قدوة للنساء، لا، للنساء والرجال. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. للذين آمنوا يعني نساء ورجالا. فإذا ما عند القرآن والإسلام شيء اسمه مجتمع ذكوري مثل ما نجد في الآن التعابير المعاصرة اللي تريد تؤكد على هالفارق هذا، مجتمع ذكوري ومجتمع أنوثي. واللي قاعد يصير الآن أنه المجتمعات الغربية بالخصوص تؤكد على مثلا تقديم المرأة وتأكد على المجتمع الأنوثي بتعبيرها. وهذا أيضا ردة فعل لحالة افرض إهانة المرأة كما أقول. يعني ذاك يعبرون عنه مجتمع ذكوري كان صاحب الكلمة فيه هو الرجل، وكان المستبد هو الرجل، والأوتوقراطي هو الرجل، والآن هؤلاء أيضا جاءوا ليعالجوا المشكلة بمشكلة أخرى. والإسلام يقول هناك أدوار ينبغي أن تتكامل، ما مش شيء اسمه مجتمع ذكوري وما مش شيء اسمه مجتمع أنوثي، أكو مجتمع إنساني، هذا الذي يراه الإسلام. وضرب الله مثلا للذين آمنوا كلهم امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. زين. نعم، شوف العولمة الآن، ها؟ يعني الطرح الغربي المعاصر وش سوى؟ أول شيء جرد المرأة من إنسانيتها. ترى أنت لا تتصور أنه هناك طرح يخلو من فلسفة وراء هذا الطرح، هناك فلسفة. لذلك الإسلام لما يطرح خلفيات إنسانية الرجل وإنسانية المرأة،
بينما الطروحات الغربية أول شيء تجرد المرأة من إنسانيتها، فلما جردتها من إنسانيتها صارت كائن رخيص، جدا كائن رخيص. ولذلك في كل شيء يدخلون المرأة، يعني شيء ما له علاقة المرأة به، حتى لو بيبيعون يعني جل الله السامعين بهيمة من البهائم أوقفوا امرأة عارية أمامها حتى تمثل عامل جذب، وهذا اللي تحدثت عنه قبل كم ليلة حول الفن والجمال، أن الفن والجمال ماخذها الطابع، هذا الطابع الشهواني. لعل واحد يقول خب انزل سيدنا، إذا كان الإسلام يرى أن المرأة مكرمة كما يراها الرجل، كما يكرم الرجل، إذن شنو هالتفاوت في التشريعات؟ تفاوت في التشريعات هذا جوابه، أنه المجتمع لا يمكن أن يحقق الهدف من وجوده وهي خلافة الله في الأرض إلا عبر الأدوار، كما أشرنا إلى أنه ما يمكن كل الناس يكونون فقهاء، ولا يمكن كل الناس يكونون أطباء، كذلك لا يمكن لكل الناس أن يكونوا رجالا، ولا يمكن لكل الناس أن يكونوا نساء، ولكن هناك ماذا؟ هناك بعض يقوم بدور الأب والكاد على عياله والمنفق على عياله، وهناك شريحة من المجتمع تقوم بدور التربية. هذا جوابه. إذن فيما يتعلق بالمحور الأول، أبدا الإسلام ما عندها نعم الإسلام جو كرم المرأة، فلذلك عندنا كثير من الروايات في هذا الصدد، لأن المرأة كانت تعيش حالة من الاستضعاف الشديد جدا، فجاء الإسلام وأراد أن يبدل وجهة نظرهم، أن يبدل الحالة التربوية السلبية اللي كانوا يعيشونها تجاه المرأة، فلذلك كرمها، كرمها بالتكريم العام، بتكريم الإنسان، ومنع من وأد البنات، ودعا وأكد على يعني حب النساء، أحب من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء وقرة عيني في الصلاة، يعني يريد يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم هالحالة هذه الجاهلية اللي تعيشونها تجاه المرأة وهي إنسان ما ينبغي أن توجد. مو قصد النبي أنه يحبهن حبا شهوانيا أبدا، حاشا، رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله منقطع إلى الله ثم دنا فتدلى، وينقلون عنا نساء في شهر رمضان أنه يترك فراشه، يطوي فراشه خصوصا في العشر الأواخر، ويناجي ربه يتفرغ لله تبارك، أحب من دنياكم النساء، يعني أنه هذه إنسانة ينبغي أن تقدر وينبغي أن تحترم. زين، بعد هذا اجي هذه الإشكالات اللي تثار عادة، يعني مثلا أنتو سلمنا الآن أن الإسلام يكرم المرأة، إذن ما هذه الحالات الخاصة؟ يعني أنتو قلتوا لنا بأنه هذا جواب عام، أن التشريعات لا يمكن أن تحقق هدفها وهو تكميل الإنسان وتحقيق خلافته إلا من خلال اختلاف الأدوار. زين، بعد على أي أساس يجي أمير المؤمنين سلام الله عليه ويقول المرأة شر كلها؟ خب أنتم ما يخالف الآن، هذا قبلناه الدور، وقبلنا به مثلا مسألة الميراث واختلافهم، ومسألة القيمومة واختلافها، لكن بعدين تجون وتقول هذا أمير المؤمنين سلام الله عليه الذي يمثل يمثل الإسلام. ما أصلا احنا ما عدنا شيء اسمه الإسلام وشيء اسمه أمير المؤمنين، شيء واحد. مو قصد النبي أنه يحبهن حبا شهوانيا أبدا، حاشا، رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله منقطع إلى الله ثم دنا فتدلى، وينقلون عنا نساء في شهر رمضان أنه يترك فراشه، يطوي فراشه خصوصا في العشر الأواخر، ويناجي ربه يتفرغ لله تبارك، أحب من دنياكم النساء، يعني أنه هذه إنسانة ينبغي أن تقدر وينبغي أن تحترم. زين، بعد هذا اجي هذه الإشكالات اللي تثار عادة، يعني مثلا أنتو سلمنا الآن أن الإسلام يكرم المرأة، إذن ما هذه الحالات الخاصة؟ يعني أنتو قلتوا لنا بأنه هذا جواب عام، أن التشريعات لا يمكن أن تحقق هدفها وهو تكميل الإنسان وتحقيق خلافته
إلا من خلال اختلاف الأدوار. زين، بعد على أساس يجي أمير المؤمنين سلام الله عليه ويقول المرأة شر كلهم؟ خب أنتم ما يخالف الآن، هذا قبلناه الدور وقبلنا به مثلا مسألة الميراث واختلافهم ومسألة القيمومة واختلافها، لكن بعدين تجون وتقول هذا أمير المؤمنين سلام الله عليه الذي يمثل، ها، يمثل الإسلام. ما أصلا احنا ما عدنا شيء اسمه الإسلام وشيء اسمه أمير المؤمنين، شيء واحد إنما هي عناوين. علي هو الإسلام، اهدنا الصراط المستقيم، هاي روايات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين تقول الصراط المستقيم هو علي، والنبي قال مو أنا أقول أو إحنا الشيعة، لقد برز الإسلام كله في يوم الخندق إلى الشرك كله. زين، فإذا كان علي سلام الله عليه هو الإسلام، شنو هالحكي هذا المرأة شر كلها وشر ما فيها أنه لا بد منها، أو مثلا المرأة عقرب لين اللسبة أو لذيذ اللسبة حلو اللسبة يعني اللسعة، وهكذا. يعني الواحد لما أنا أقول يعني أدعو الباحثين اللي عندهم اهتمام أنهم يبحثون موضوع المرأة في نهج البلاغة وفي كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه، سوف يجدون كثير من الكلمات ربما تحتاج إلى وقفة. فشنو كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه هذا؟ كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه ككلمات أهل البيت، عندنا الروايات مرة تكون مثل ما يقول علماء المنطق على نحو القضية الخارجية، ومرة تكون على نحو القضية الحقيقية. شلون يعني؟ يعني مثلا هناك قضايا وهناك خطابات من أئمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين ما تختص بزمان خاص، مثل قوله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، مو خاصة بزمن النزول، وإنما كلما وجد أناس مكلفون مستطيعون يجب عليهم الحج. سمونها قضية حقيقية، يعني شاملة للأزمنة الثلاثة، الماضي والحاضر والمستقبل إذا تحققت الشروط، يسمونها قضية حقيقية. وهذا غالب الأحكام الشرعية هالشكل. سألته عن رجل شك بين الاثنتين والثلاث، قال يصلي مثلا ركعتين من القيام. فهذه القضايا يسمونها قضايا حقيقية، يعني كلما حصل شك فهذا حكمه. أكو بعض الروايات الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين يسمونها قضايا خارجية. يعني شنو قضايا خارجية؟ يعني مختصة بزمن صدورها، ما تتعدى إلى غير صدورها، وذلك لظروف خاصة. مثلا الآن روايات أمير المؤمنين سلام الله عليه في ذم أهل البصرة، في ذم أهل البصرة يقول لهم بأنه يا أشباه الرجال ولا رجال. زين، هذه هل فعلا يعني الآن في الفترة الأخيرة مجموعة كبيرة جدا من الشهداء، مجموعة كبيرة من المجاهدين، من المناضلين، من البصرة نفسها آلاف الشهداء، هؤلاء أيضا أشباه الرجال؟ لا، علماء يقولون هاي قضية خارجية، يعني أولئك الذين كانوا في عصر أمير المؤمنين سلام الله عليه أولئك أشباه الرجال، أما هاي القضية مو حقيقية، يعني مو شاملة للأزمنة الثلاثة، مختصة بزمن صدورها. فلذلك هذه المرأة شر كلها أيضا يقولون علماء على نحو القضية الخارجية، خصوصا عندنا دليلين على أنها على نحو القضية الخارجية. الدليل الأول أنه هذه اللام اللي موجودة في المرأة سمونها لام عهدية، يعني الأمير المؤمنين سلام الله عليه يشير إلى امرأة بخصوصها، امرأة بخصوصها، وهي المرأة التي تركت بيتها وخالفت رسول الله صلى الله عليه وآله والقرآن الذي يقول لهن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، استخفها طلحة والزبير وجاءت تقاتل إمام زمانها. فهذه يقصدها المرأة، يعني المخصوصة، مثل ما أنت ساعات تصير بينك وبين شخص عهد تقول له جر الرجال، يعرفه مباشرة، ما احتاج تقول له الرجال الفلاني، لا مباشرة يعرفه، هاي العهدية يسمونها. فأمير المؤمنين سلام الله عليه لما يقول المرأة شر كلها، مو مقصودة كل امرأة، وإلا والعياذ بالله تدخل زينب وتدخل فاطمة وتدخل هالنساء الطاهرات الطيبات، أبدا
المرأة يعني المعهودة شر كلها. طبعا يعني إذا كانت تقوم وتخرج على إمام زمانها سلام الله عليه ألا تكون شرا؟ لا تكوني، يقول لها النبي لا تكوني ممن ينبحك أو تنبحك كلاب الحوأب. بعض الروايات من نبحتها كلاب الحوأب فلتتبوأ مقعدها من النار. وبعد يقول شر كلها وشر ما فيها أنه لا بد منها، لأن أم المؤمنين أنا وش أقدر أسوي وياها؟ ولذلك لما أن جاءت وعقر جملها جاء أمير المؤمنين سلام الله عليه ووقف على ذلك الجمل، قال لها يا أمه ما أنصفك الذين أخرجوك إذ صانوا حلائلهم وأبرزوك. أحطل حطلع زوجته والزبير طلع زوجته، لو أنت فقط. هذا دليل. والدليل الثاني أنه قال لأهل البصرة يا أتباع المرأة ويا جند البهيمة، أو يا أتباع البهيمة ويا جند المرأة. شوف أقول لهم يا أتباع البهيمة يعني تبعتم الجمل أنتم، ويا جند المرأة المرأة المعهودة. هذان دليلان يدلان على أن هذه القضية في الحقيقة قضية في واقع يسمونها، يعني بنحو القضية الخارجية. لاحظ. وهكذا يعني عبارات أمير المؤمنين سلام الله عليه، طبعا كانت روايات أمير المؤمنين سلام الله فيها ذم شديد جدا للنساء، وكله تعريض بالمرأة، كل الذم كان تعريضا بالمرأة. لاحظ. وأما في الحقيقة تلك الإشكالات التي تقال هنا وهناك، يعني حول مثلا القيمومة، أنه ليش الإسلام جعل القيمومة للرجل، هذا قلنا بأنه جواب ذاك عام. إذا بعد نريد شوية نتعمق في الجواب الخاص، خب القيمومة أمر تنفيذي كما يقولون إجرائي، لا يخلو الأمر. إما أنه ماكو قيمومة لأحد أصلا، وهذا ما يرضى به الإسلام، يؤدي إلى الفوضى كما أشرنا في ليلة التاسع إلى أنه هناك عوائل متسيبة، الإسلام ما يريدها، يريد يوجد مجتمع صالح. زين، فأن لا تكون هناك قيمومة لا للرجل ولا للمرأة ما يرضى به الإسلام خلاف هدفه. أيضا أن تكون القيمومة لهما معا للمرأة وللرجل أيضا خلاف هدفه. المثل البحراني هذا لو خداين في سفينة طبعوها، بل أصلا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كانوا إلهين يفترض أنه الإله بعد حكيم وكذا أيضا يفسدون الكون، فكيف بماذا ببشرين؟ ما يمكن أن تكون القيمومة لهما معا. إذن يبقى أحد خيارين، إما أن تكون القيمومة للرجل وإما أن تكون القيمومة للمرأة. أصلا لو الإسلام خلى القيمومة للمرأة نفس الإشكالات سوف تأتي، أنه ليش ما خلها للرجل؟ هو الإسلام من خلال كما قلت نظرته للأمور، وأنه يرى أن هذا التشريع هو التشريع الذي يحفظ المصالح الكلية، وجد بأنه من الأفضل باعتبار غلبة الجانب العقلي عند الرجل وغلبة الجانب العاطفي عند المرأة، وهذا لا ينكره أحد، جعل القيمومة للرجل جانب تنفيذي، وثم فقط في الحياة الزوجية بس، ما حد عنده قيمومة على أمه وعلى عمته وعلى أخواته، ما حد، وإنما فقط في جانب العائلة والأسرة، وأيضا مو في كل شيء، في مسألة الخروج من المنزل فقط لا يجوز للمرأة أن تخرج إلا بإذن زوجها، وفي مسألة التمكين فقط، وإلا بقية الأمور هذه في الحقيقة أكو طبعا مجال للبحث الفقهي فيها، لكن مشهور الفقهاء أن مسألة القيمومة من الرجال على النساء في هذين الجانبين، وإلا ما عدنا أحد عند قيمومة على أمه حتى تجون أنتم تشكلون علينا، بل أصلا أمه يجب عليه أن يطيعها. أكبر فقيه في الدنيا لو مثلا أمرته أمه بأمر يجب عليه إطاعته وإلا يكون عاقا. الأخ ما عنده قيمومة على أخته وما عنده على بقية أقاربه، فقط لحفظ الأسرة، هذا مو أكثر. فإذا يعني إحنا قالبين علينا الدنيا بأنه إحنا والله نكبل المرأة ونستعبدها. أنا ما لي شغل بهذه الممارسات الخاطئة التي يمارسها بعض المتعسفين مع زوجاتهم، أنا ما تمثل الإسلام هذا. هذا الإسلام الناصع الأصيل الذي لا يكبل المرأة وإنما لأجل مصلحتها، يكون لا تخرج من دون إذن زوجها، ربما مثلا تتيه، ربما يتعرض إليها أحد وغير ذلك، لمصلحتها بالنتيجة مو أكثر.
وهكذا في الحقيقة بقية الإشكالات، يعني مسألة الميراث، الميراث أيضا موارد خاصة الذكر مثل حظ الأنثيين، أحيانا الأنثى تأخذ أكثر من الذكر. سيدي احنا نبحث يعني نفتح ملف المواريث نجد كثير من الحالات أصلا الأنثى تأخذ أكثر من الذكر، حالات خاصة إذا اجتمعوا الإخوة والأخوات أو اجتمعوا مثلا الأولاد والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، بس مو دائما. فإذا هذه تشريعات يراد منها مصلحة خاصة ومعللة في كثير من الروايات الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. زين، المحور الثالث هو التعرض لبعض النماذج، نماذج النساء الذين ساهمن في كربلاء في الحقيقة وكان لهن دور بارز في كربلاء. النموذج الأول دلهم، دلهم ابنة عمرو، هذه واقعا امرأة لها موقف يحمد، مع الأسف الشديد أنا ما رأيت ترجمتها، لكن هذا المقدار الذي ينقله أرباب المقاتل يكشف عن طهارة أصل وطيب منشأ. زهير بن القين يقول أنا كنت أكره أنه يجمعني مع الحسين منزل، لأن زهير كان جاي من الحج والحسين سلام الله عليه طالع من مكة إلى العراق، يقول إحنا نشوفهم يتجاوزوننا ونتجاوزهم، وكنت كلش متحسس من أنه يجمعني مع الحسين منزل، لأن زهير كان عثماني الهوى. يقول ثم شاءت الظروف أن يجمعنا منزل زرود، هذا المكان الذي وصل فيه إلى الحسين خبر مسلم، جمعني والحسين زرود، جمعتني زرود. يقول بينما نحن نأكل وإذا برسول الحسين سلام الله عليه يقول لي يريدك إن أبا عبد الله قد أرسلني إليك يريدك. يقول فكأن على رؤوسي أصحابي، فكأنما الطير على رؤوس أصحابي، كلهم عثمانيين الجماعة، وإذا بالحسين يرسل على زهير سكت ورمى اللقمة من يده وقف واجم. شوف هالموقف، هذا موقف المحرك. قالت له زهير رسول ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعوك فلا تجيبه، روح شوفه، يعني على الأقل من باب الأدب أنه ابن بنت رسول الله، هذه دعوة مشرفة أصلا. وشوف شنو وصل زهير إلى أي مرحلة من المراحل، دفن مع الحسين سلام الله عليه، هذا قريب من قبر الحسين ما هي إلا خطوتان فقط، شلون هالمنزل الشريف هذا. وأيضا اجي إلى موقف مثلا زوجة علي بن مظاهر الأسدي، حينما أراد أن يثنيها قال لها أما سمعت ما قال الحسين؟ قالت سمعت همهمة. ليلة عاشر الحسين سلام الله عليه لما أراد يرخصهم بعد ذلك قال لهم من لهم رأى فليلحقها بأهلها لأن نسائي تسبى. فإيجى هذا علي بن مظاهر إلى زوجته قال أما سمعت ما قال الحسين؟ قالت سمعت همهمة. قال إن الحسين يقول كذا وكذا. قالت يا ابن مظاهر أترضى أن تسبى زينب ولا أسبى؟ ترضى بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تهتك أستارهن وأني أبقى مصونة؟ هذا موقف أيضا من مواقف، ومواقف نساء الطف بعد مواقف أمير المؤمنين سلام الله عليه، تقف زينب بكل جرأة وصلابة لابن زياد حينما يقول لها يريد أن يضعفها، يريد أن يكسرها، كيف رأيت صنع الله بأخيك وأصحاب أخيك؟ قالت ما رأيت إلا جميلة. شو تفكر يعني احنا الموت يمثل عندنا مشكلة؟ الموت كرامتنا من الله الشهادة، القتل لرجالنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة. ما رأيت إلا جميلة، إنهم هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، لكن مو الميدان مو هنا، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن يكون الفلج يومئذ، ثكلتك أمك يا ابن مرجانة.
وتقف ليزيد أيضا وتخاطبه بخطاب شديد: أمن العدل يا ابن الطلقاء؟ تقول له: ترى أنت من الطلقاء، من أولاد الطلقاء اللي وقف عليهم جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء، أنت من المؤلفة قلوبهم. أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك، تخديرك حرائرك وإمائك وسوقك بنات رسول الله صلى الله عليه وآله تحدو بهن من بلد إلى بلد. بعد ذلك تقول له: فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وهل جمعك إلا بدد، وهل أيامك إلا عدد، يوم يدعو المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. أربكت يزيد وأربكت ابن زياد وأربكت كل الطغاة، ولا زال صرخات زينب وصرخات الحسين. أصلا نفس المسؤولية هذه العظمى التي تحملتها زينب بعد قتل الحسين، هذه مسؤولية لا يقوم بها آلاف الرجال أيها الأحبة. وأيضا من مواقفها بأبي وأمي مثل اليوم الحادي عشر، ها، تخرج بأبي وأمي بعد تتهيأ للسبي وتتهيأ لركوب الهوازل، ها، وتشوف عمر بن سعد يدفن أصحابه واحدا بعد آخر. تقول له: أما تستحي ابن سعد؟ كيف تقابل الله تبارك وتعالى يوم القيامة؟ وكيف تواجه رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أما تستحي تدفن أو غادك هؤلاء الذين قاتلوا ابن بنت رسول الله وريحانته، كفر فجر بقتلهم الحسين سلام الله عليه، تدفنهم خوفا عليهم من أن تصهرهم الشمس، وتدع ريحانة رسول الله تصهره رمضاء كربلاء؟ أبدا لم يجبها، تفتت إلى المسلمين: أما فيكم مسلم؟ ما حد عنده غيرة يدفن يواري هذه الأجساد السليبة؟ أبدا. ولذلك لما أن يئست منهم بأبي وأمي وجهت وجهها تخاطب كربلاء: أويلي زينب تنادي وتجذب الون خفية، يا كربلاء واري غريب الغاضري، يا كربلاء جثة ولينا غسليها، يا كربلاء ولمي عظامه وكفنيها، وتقدم يا كربلاء وصلي عليها ليكون تبقى جثة ابن أمي رميه، يا كربلاء واري جسد شيخ العشيرة، واري لجسم حسين عن حر الظهيرة، يا كربلاء سوي للوالي حفيرة ليكون تبقى جثة الوالي رميه. اهتزت أراضي الغاضرية وقامت تمور: يا مخدرات شفان ما عندي وكافور، ومن اللي يا مخدر حفارة تغور، حتى أواري هالجسد يا هاشمي. ثم جاءوا بالنياق الهوازل، أرادوا بعد أن يركبوا النساء، ها؟ بعد هذه لحظات الوداع الأخير مع أخيها، بعد أن أركبتها، بعض الروايات تقول هي أركبت زين العابدين سلام الله عليه، ثم هي تحاملت بأبي وأمي إلى أن أصعدت نفسها على تلك الناقة، ثم التفتت إلى أخيها الحسين ولسان حالها يقول: يا حسين حاج ضعون عزم على الشيل، ومن الصبح دنوا لننوق المازن، ما شوفا يا حسين غير جبال الهموم
تترادى في قبالي يا خويا مثل الغيوم، ومن حنة الأيتام صرت بحال مشوم. واحنا حرم تدرون ما نسلك بلك في شيف الحريم بغير والي تقطع البيه، والشام يا ابن امي علينا دربه به، ومشي الحريم بليل فوق الهزة المشي، لو عثرة النوق الهوى دج لازم تمي، ومحمل سكينة لو تزلزل من يجيله، لو طاح من عدن طفل ياهو ليشيه، حاد الضعن تروي عني يبرد غليله، وهالبر الاقفر ما تقطع الاري، اوين يرجون من سافر يا بعد اهلي ونخليه، يا ليت من قبل السفر نقعد نوارث هذا الفراق، وين يا ابن امي يا ابن امي لازم لتقول خلتني العزيز بغير نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، تقبل أعمالنا سهل مطالبنا اصلح حوائجنا اشف مرضانا أرجع مسافرينا أصلح أمورنا. إخواني الحاضرين احفظهم اللهم فردا فردا في أنفسهم وأموالهم ومن يلوذ بهم، المؤسسون لهذا الاجتماع والاجتماع تقبل اللهم أعمالهم بأحسن قبولك، إلى أرواح موتاهم وموتى المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان يهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبحها الصلوات.